التقرير اللي هسيب حضراتكم معاه دلوقتي عشان هنروح لفاصل، وبعد الفاصل نبدا فقرتنا الحواريه. وفقرتنا الحواريه النهارده عن موضوع تعرفين قريب من قلبي قوي قوي قوي، يعني موضوع التعليم، تطوير التعليم، مكافحه الغش وامتحانات الثانويه، يعني كلام حلو كده بنحب نتكلم فيه علشان ولادنا يتلقوا القدر المناسب والمحترم من التعليم الذي يستحقوه. يعني لعنه الله على زنجبيل. التقرير اللي هسيب حضراتكم معاه دلوقتي عن جمعيه رعايه مرضى الكبد، احتفلت النهارده بافتتاح فرع جديد لمستشفى الكبد المصري في مدينه دكرنس في محافظه الدقهليه. والحقيقه انا قد ما انا مبسوط بالطفره والخدمات الصحيه الممتازه اللي حاصله في المنصوره ومحافظه الدقهليه بالذات، بس انا طول الوقت بسال الحكومه المصريه هو اشمعنى الدقهليه؟ انا عارف ده مش حكومه، ده الدكتور جمال شيحه، انا عارف زي مركز الكلى بتاع الدكتور غنيم، لكن هي منصوره منصوره والدقهليه محظوظين الحقيقه، بس ليه باقي المحافظات ما فيهاش هذه الابداعات الصحيه في الخدمات العلاجيه؟ انا مش عارف، لكن في النهايه ما اقدرش اقول غير انه كتر خير الدكتور غنيم وكتر خير الدكتور جمال شيحه وكتر خير كل حد بيشتغل لخدمه الناس خصوصا في مجال العلاج وشفاء الناس من الآهة والمرض. ربنا يكتب لهم ثواب في الدنيا وفي الاخره. تقرير ثم فاصل ثم نبدا الحوار. انطلاقا من الدور المجتمعي وخدمته، افتتحت مؤسسة رعاية مرضى الكبد بالدقهلية المقر الجديد لفرع دكرنس، والذي يخدم نحو 400 مريض شهريا ومزودا بأحدث الأجهزة الخاصة بالتحاليل والإشاعات اللازمة لمرضى الكبد. جمعية رعاية مرضى الكبد جمعية قديمة بقالها 21 سنة تاريخيا، ده كان أول فرع سنة 98، لكن النهاردة احنا مقر أكبر ومجدد وفي معمل على أعلى مستوى وأشعة وأدوية وأكثر من غرف كشف عشان يخدم مدينة دكرنس والقرى اللي حواليها، فده تقدر تقول الفرع رقم واحد وفي نفس الوقت الفرع رقم 25. الفرع الجديد ده هو فرع دكرنس بنجدده وعشان يبقى أحدث الأجهزة الحديثة، وهو من ضمن 22 فرع على مستوى الجمهورية لخدمة مرضى الكبد في المنطقة بتاع مركز دكرنس والمراكز المجاورة لها، وتم تزويده بأحدث الأجهزة من أشعة ومن تحاليل وأجهزة تحليل وسحب عينات وخلافه لعلاج مرضى الكبد المصري غير القادري. النهاردة أمام الصرح الجديد ده، هو مش جديد، هو بيتجدد، ولكن الميزة فيه النهاردة أنه هو بيعمل كمان من أجل الكشف المبكر عن هذه الأمراض، ودي نقطة كويسة جدا بحيث ان انا ما انتظرش لغاية ما المرض يعني يستمر في جسم المريض لغاية ما اقدر ما اوصلش لمرحلة العلاج معه. يأتي هذا الفرع ضمن 19 فرعا في جميع انحاء الجمهورية انشأتهم المؤسسة بالجهود الذاتية وتقدم الخدمة مجانا للمرضى. الحمد لله ده الفرع 19، احنا لسه اخر حاجة كانت سوهاج. الحمد لله فرعنا في اسوان شغال كويس قوي، في بلطيم، في طنطا، بنحاول ان احنا نتكاتف مع الدولة بحيث انه دور الجمعيات الاهلية والمجتمع المدني دور هام وفعال لا يقل عن دور الدولة. كل واحد مننا بيحط شجرة، كل واحد مننا بيحاول يرويها، في الاخر هيبقى مجتمعنا مجتمع جيد. الفرع فرع دكرنس مفتتح من 2006، الفرع النهاردة بنفتح المقر الجديد. المقر الجديد بيخدم اكتر من 400 مريض في الشهر، يقدم العلاج مجانا لجميع مرضى الكبد، تحاليل وفحوصات متوفرة، أشعات على أعلى مستوى، والتجهيزات زي ما حضرتك هتشوف مستواها عامل ازاي. الجدير بالذكر ان المؤسسه انشات مستشفى الكبد المصري بشربين بالجهود الذاتيه، والذي يعد المقر الرئيسي ويقع على الطريق الزراعي بمساحه 4 أفدان وبه احدث التقنيات والاجهزه. باستمرار الجمعيات الخيريه القيام بدورها، لا شك ان هذا الامر يساهم في استمرار خدمه وبناء المجتمع ويخفف الاعباء عن الحكومه التي ربما لا تستطيع مجابهه هذا الامر وحدها. أحمد غنيم، الحياة اليوم.